صباح الخير للجميع، ونحمد الله سبحانه وتعالى، وكذلك نشكر وزارة التنمية الاجتماعية، ونحن فخورون جدا بالملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، الدمج والتمكين، كان لمدة 3 أيام، وكانت نتيجة رائعة جدا من حيث الإحصائيات، من حيث أيضا البرامج المقدمة والخدمات والتهيئة الرائعة للأشخاص من ذوي الإعاقة، واللي كان حضورهم كان رائع وحماسهم جدا وكان شعورهم رائع جدا. وكذلك كثير الآن من الشباب اللي تحمسوا كثير في أنهم يتواجدوا في مثل هذه الملتقيات، وأيضا المشاركة فيها، وأيضا وجود الترجمة المباشرة لمساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة لوصول المعلومة والثقافة لهم من خلال الملتقى، وأيضا توقيع عدد كبير من الاتفاقيات لتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، وكان تنظيم رائع جدا. نشكر وزارة التنمية، ونتمنى أيضا الملتقى القادم يكون أفضل من ذلك. لقاءنا اليوم مع الأستاذ سالم المحروقي، طبعا الأستاذ سالم المحروقي فنان تشكيلي رائع جدا، ولديه مهارات رائعة جدا في الفن التشكيلي من سنوات عديدة، وطبعا له رسومات كثيرة جدا، وأهدى المغفور له صاحب الجلالة رسمة رائعة جدا. طبعا نتكلم اليوم عن الملتقى الأول أو ملتقى ولاية سناء الأول للفنون التشكيلية، ونسلم على الأستاذ سالم. السلام عليكم أستاذ سالم المحروقي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملتقي جاءت فتاه يرهم، احيانا الانسان ينفتى في الملتقيات واحيانا ينفتى في المعارض، فالملتقيات هذا شيء تجمع الشباب مثل المثال، فانا جمعت الشباب من مناطق السلطان، واحد 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 في قائم حق وسعاليهم 40 فنان فنان. الحمد لله رب العالمين، شتى اللي بقى نرجع الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، الأستاذ سالم يتحدث بشكل جيد، وهو طبعا من ذوي الإعاقة السمعية ولديه مهارات مختلفة وتواصل رائع جدا. الأستاذ سالم، نعم، هدف الملتقى أو موضوعه كذلك؟ الملتقى نشر الثقافة مثل الفن، تجمع منطقة السلطان، سلطنة عمان، في بعض الناس ما أفعل للملتقيات وما أفعل للفن، في بعض الناس لا أفؤادوا حاسش معانا، صنع حتى فنانين لازم ننشر ثقافة الفن في جميع البلاد. هناك معارض دولية ومعارض وطنية، فالمعارض الوطنية لدينا العمانيين، فالشخص الصغير يجب شوي 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 شيء كل فنان بعدين، فأنا فنان فنان كل صغير فنان، وأتبع الفنانين من ثاني، وهذا فيلم تخص كبير كبير تعليم الشباب الرسم والخط والنحت نحت وكل ما يتعلق بأمور الفن. نعم، شكرا جزيلا لك. أيضا نتحدث مع ضيفتنا التالية، ابنتك أبرار بنت سالم المحروقي، شكرا جزيلا لك في التنسيق والتنظيم، تنظيم الملتقى سناو الأول للفنون التشكيلية، وربي يوفقكم. أيضا الملتقى، عدد المشاركين في الملتقى، أيضا الفعاليات الموجودة والأنشطة في هذا الملتقى. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا كان عدد الفنانين أو المشاركين في الملتقى 40 فنان وفنانة. طبعا صاحبة الملتقى الكثير من الفعاليات أو الورش التدريبية، منها للنحت والخط، أيضا التلوين المائي، أيضا قمنا ببعض الرحلات الاستكشافية لولاية سناو لمعرفة التراث من حيث القلاع والأفلاج والكثير منها. جميل جدا، ممتاز أستاذ أبرار. أيضا أبرار كذلك الفعاليات المصاحبة للملتقى وعدد الأيام الملتقى التي تم فيها، وأيضا المناشط والفعاليات والبرامج، وكيف كان شعور الناس في هذا، في المشاركة في هذا الملتقى؟ عدد الأيام كانت ما بين محصورا بين 4 أيام إلى 5 أيام. كان الناس أول شيء كان حضور كبير جدا، في آخر الأيام كان مخصص لطلاب المدارس، كان يعني يستهدفهم لتعليمهم الفن وأنواعه. أيضا شارك فيه العديد من الفنانين من ذوي الإعاقات،
أيضا الناس يعني بشتى الأنواع، فيعني كان ملتقى جميل جدا وكان حضور كبير أيضا. ما شاء الله. هل هناك مشاركة من الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية أو كل المشاركين كانوا من المتحدثين أو هل مشاركات أخرى كذلك من الإعاقات الأخرى؟ كان موجود من المتحدثين ومن الإعاقات المختلفة مثل الفنان، طبعا كان في فنانين البكم الصم، أيضا كان في فنان أعمى كان يتخصص بالنحت. جميل جدا، نحن طبعا فخورون بهذا الملتقى وهذا الدعم. أيضا أستاذ سالم كنت داعم كثير وأيضا كنت معتمد على نفسك في أن يعني تنظيم هذا الملتقى. طبعا أنت كان الدعم منك أنت في هذا الملتقى، هل هناك مشاركة داعمين في هذا الملتقى؟ وزارة الثقافة ورياضة الشباب وسلمنا منهم رسائل رسمية، رسائل دعم، ووزعنا أكثر من 16 رسالة للشركات والبنوك. على البنوك ما قدموا شيء أبدا، والشركات ما قدموا شيء أبدا، مثل شركة بهوان بنت مسقط بنت عبية بنت الوطن كلهم ما قدموا شيء. عندما أروح نقول فلوس ماشي، فلوس ماشي، دائما يجي الدعم للشباب. أيوة فالحمد لله رب العالمين، بعض الأهالي قدموا الدعم مثل المتجر الثقافي، مثل المستوى الثقافي الأهلي قدم الدعم، وشت أبو سلطان الراهي قدمت الدعم، والحلوة السلطانية الحلوة العمانية قدموا الدعم، وبعد ألف شيخ قدموا الدعم. الحمد لله رب العالمين، الأمر كله لثمان يرجع. نأمل كذلك أنه إن شاء الله يكون هناك دعم أكثر من المؤسسات الأخرى، بحيث أنه تكون هذه طبعا الخطوة الأولى، وبعد ذلك يكون هناك وعي لدى المجتمع في تقديم الدعم والمساندة في الملتقيات الأخرى بإذن الله تعالى. الأخت أبرار، أيضا سؤالي لك بالنسبة لي أيضا هذا الملتقى، النتيجة التي خرجت فيها من هذا الملتقى وأيضا ردود الأفعال التي وجدتوها ومدى الفائدة التي حصلت عليها من خلال هذا الملتقى؟ كانت النتيجة طبعا إيجابية، ما كنا نتوقع ذي النتيجة، خصوصا لأنه كان في فئة غير مؤيدة للمعرض أو للملتقى، فكانت في آراء سلبية آراء إيجابية، ولكن بفضل الله تعالى قدرنا نوصل لذي المرحلة اللي وصلناها الحين. ممتاز جدا، ممتاز، كان عمل رائع وجميل. سؤالي للأخ سالم أيضا بالنسبة للأشخاص اللي حضروا للملتقى، وهل هناك أيضا استفادة من خلال الرسومات الموجودة؟ هل تم أيضا الاستفادة من بيع هذه الرسومات وردود الأفعال من الأشخاص المشاركين؟ المشاهدين كلهم إن يكون عند الفنان المشاهدين ويحضر المعارض التشكيلي ويحضر الملتقيات، فإذا فتحنا معرض وملتقي لا يجب أن يخلق من دون أعلى الجمهور، أفضل شيء في الجمهور موجودين معنا، وأتمنى أن نجح للجميع إن شاء الله بإذن الله تعالى. سالم أيضا، هل ممكن تدريب الأطفال أو الكبار في العمل، في تدريبهم على الفنون والرسم، أيضا تهيئة المواد التي يمكن يعني الرسم عليها من خلال الجمعية من خلال المؤسسات الأخرى؟ إذا الأخوة عاصم يريد تعلمها معي ما مشكلة، تعليم الألوان بالرصاص وبالألوان الزيتية وبالألوان الأكريليك كل شيء موجود. هاي أتفضل يعني في الجمعية في الجمعية في الجمعية في الجمعية أي شيء عالي. نعم، نسأل الله لكم التوفيق. وأيضا الكلمة الأخيرة، الرسالة اللي تحب توجهها أيضا للجمهور والمتابعين. طبعا أول شيء نود نشكر الجميع المساهمين والداعمين لملتقى سناو الأول، أيضا نود أن نشكر سعادة سليم بن علي بن سليم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، وأيضا صاحب مركز سناو الثقافي الأهلي. أيضا نشكر الفنانين لحضورهم وثقتهم فينا وجميع الحضور. نعم،
شكرا لكم الأستاذ سالم المحروقي، وأيضا هذا الوقت الجميل، وأيضا التوضيح عن الملتقى، أيضا أستاذ أبرار سالم المحروقي كذلك على هذا الحديث الرائع. في النهاية إن شاء الله نحن طبعا فخورين بهذا العمل الرائع، وإن شاء الله تكون هناك تعاون أكبر وأيضا رعاية أكثر وتميز أكثر في الملتقيات القادمة. في نهاية حلقتنا اليوم نشكر الأستاذ سيف والأستاذ حوراء وأيضا كل طاقم العمل في قهوة الصباح الرائعين جدا في هذه الحلقة التي طبعا فيها تحدي كثير، فيها متحدثين اثنين ومترجمين اثنين ومترجم صوتي، فأنا فخور جدا بهذا التنظيم والإضافة الرائعة، وهذا دليل على تميز الفريق. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.